اشتكى سكان حي 375 مسكن ببلدية موزايا غرب ولاية البليدة من الوضع الكارثي لقنوات الصرف الصحي الذي يستعملونه، أين أصبح يهدد صحتهم جراء ما يبعثه من روائح وحشرات. الريحة قاع ما نرقدش منه، الناموس قاع ما نرقدش منه، نحل الباب عيني يتغمض، ولادي قاعدين راهم مرضى من هذا الناموس. والماء هذا عشان والماء العام يدور ملي سكنا رانا في 30 سنه ولا 27 رانا 27 ولا 30 والماء عايم علينا ما كاش اللي نشف لنا. روح ادخل هنا الريحه تسرح. الناموس 24 ملي بناو الباطيبات عندهم 30 سنه السيركوي هذا تاع الزيكو كاع راه يذوب، هذو اللي باطيبهم راح يطيح. كارثه، ما كان مراقبه ني والو في موزايا، كارثه. جاو شافوا جاو يشوفوا ما كان والو. باطيمات هذه شوف الحومه كاع هذه كاع هكذاك، قنوات صرف المياه كاع هكذاك، كارثه. ما عندك ما تشوف. سكان الحي وبعد مبادرة التنظيف التي كانت من بين مسؤولياتهم لتهيئة حيهم يحملون مسؤولية قنوات الصرف الصحي للجهات الوصية. الجيران كاع راحوا شكاو، تفوضوا واحد ثلاثة ولا أربعة راحوا لوبي جي، استقبلتهم لا ديريكتري جينيرال باش تسمع المطالب تاعهم. فينالمون كي قالوا لها على المشاكل اللي عندنا هنايا، قالت لهم روحوا غدوه نبعث لكم ليكيب، وليكيب راهي تجي تفي دونجي برك تدي الماء ومن بعد يروحوا. ولاهم يجوا هنا بكوا منهم تاع لوبي جي اللي فيدو لا كافات وكاع، يجوا هنا يعطوها برقده ما كان والو، يديروا تيو الماء ما يخرجوش. نهار يجيبوا موتو بومب، نهار يجيبوا ذيك، نهار راقدين على 12 يروحوا فرد، لا دواء لا والو، ما كان والو. بحال واحد راهي عنده 7 سنين ولا 8 سنين. المشكل ماهوش في الفيدونج، المشكل راهو في التياوات الداخل، خاصة لاسون راهي الداخل راهي مهروده، ناموس حاشاكم طوالب، راهو كلش كارثه الداخل. راهي كارثه، حنا حاوسين يبدلوا لاستالاسيون جينيرال، ما نحوسوش عليه يفيدينا ويروح، هذا ماهوش بروبليم تاعنا هنا. تفيديه وتروح، أرواح خدموا. حنا درنا اللي علينا وكامل ونقينا الدعوة، زلنا خدمنا لهم جناين منا، بقات خدمة الداخل ما خطيتنا، خدمة تاع لوبي جي. هذيك ما قدرنا عليها. هذيك ما كاش كيفها، لازم لوبي جي هي اللي تخدم خدمتها. الماتريال. إيه، حنايا برا درنا اللي علينا، خدمنا نقينا منا، بقات الداخل برك. العديد من الأيام التحسيسية وحملات التنظيف والتشجير أطلقتها الدولة لتحسين المظهر الخارجي، فهل ستطلق حملات لتنظيف قنوات الصرف الصحي التي يعاني منها العديد من المواطنين؟